عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هنتكلم على اخر ديزاين تكنيك احنا هنتعامل معاه السمستر ده ان شاء الله، اللي هو جريدي الجوريزمز. لو انتوا فاكرين احنا خدنا ساعه السورتنج، اتعرفنا على اكتر من ديزاين تكنيك، وبعدين بعد كده خدنا ترانسفورم اند كونكر از انذر ديزاين تكنيك، ودلوقتي هنختم بجريدي الجوريزمز. جريدي الجوريزمز واحد من التكنيكس المشهوره جدا والمستخدمه في حاجات كتير. خلونا نيجي مع بعض كده نبص ايه عليها واحده واحده. اول حاجه هناخد انترودكشن، وبعدين هنبدا ناخد ابلكيشنز، يعني هنشوف بروبلمز وازاي جريدي الجوريزم بتاعتها اتحلت ازاي، يعني ازاي عرفنا نعملها جريدي الجوريزم، ونشوف الكومبلكسيتي بتاعتها شكلها عامل ازاي. اول حاجه خلينا نقول ان الجريدي الجوريزم احنا بنستخدمه اصلا فور اوبتمايزيشن بروبلم. يعني ايه اوبتمايزيشن بروبلم؟ بروبلم يا اما عايزه امينيمايز حاجه او امكسمايز حاجه، عندي كذا كونسترين وعايز اعمل، يعني عايز احل البروبلم وفي نفس الوقت عايزه امينيمايز بروفيت، ماكسمايز سوري بروفيت مثلا، او امينيمايز ايفورت، امينيمايز ديستنس. فهو بيستخدم اكتر حاجه في الايه، في الاوبتمايزيشن بروبلم. البيزك ايديا بتاعه الجريدي الجوريزم هو باين من اسمه جدا، جريدي. جريدي يعني حاجه طماعه، يعني بتفكر فيها بهذا المنطلق. فهو البيزك ايديا بتاعته ان احنا دلوقتي عايزين ناخد قرار، تمام؟ لو انت عايز تاخد قرار عشان تحل البروبلم دي، تيك ذا ديسيجن او تيك ذا تشويس اللي شكله كويس دلوقتي، يعني ميك ذا وان ذات لوكس بيست رايت ناو، تمام؟ يعني ما تفكرش قدام كتير قوي. بمعنى خلينا نفكر فيها تاني، هو الجريدي الجوريزم بيعتمد اعتماد كلي ان هو بيقسم البروبلم لمجموعه سب بروبلم، كانه بيحل. لو انا عندي بروبلم كبيره بحل حاجه صغيره بحاجه صغيره ستيب باي ستيب لحد ما اخلص حل البروبلم دي كلها. طيب عشان احل البروبلم بالشكل ده، احلها ستيب باي ستيب او احلها خطوه خطوه، كل خطوه من الخطوات انا في قرار لازم اخده، تمام؟ او في اختيار معين انا هعمله. الجريدي الجوريزم بيقول له الاختيار اللي هتاخده دلوقتي، اختار الحاجه اللي شكلها كويس في الخطوه دي دلوقتي، ما تبصش على الايفكت بتاعها قدام هيبقى عامل ازاي، تمام؟ يبقى البيزك ايديا when we have a choice to make, make the one that looks best right now. تمام. Make a locally optimal choice، بمعنى اختار قرار شكله كويس دلوقتي locally optimal in hope of getting a globally optimal solution. في الخطوة اللي انت بتحلها دلوقتي اختار قرار شكله باين ان هو كويس، على امل ان احنا نوصل لجلوبال اوبتيمال سوليوشن، او نوصل لاحسن سوليوشن للبروبلم، الاوبتمايزيشن بروبلم بتاعك، تمام؟ خلينا نتفق ان الجريدي الجوريزم مش دايما بتوصل لاوبتيمال سوليوشن، هي دونت اولويز هاف ان اوبتيمال سوليوشن، تمام؟ بات سام تايمز ادو، يعني هيبقى في كيسز من اللي احنا هنشوفها في التوبيك ده، الجريدي تشويس وصلني لاوبتيمال سوليوشن، وفي كيسز ثانيه لا، هو اداني حل للبروبلم، اي فايند ا سوليوشن، بس هي ده مش احسن حل موجود للبروبلم. تمام. ليه بلجأ ليه ادم هو مش هيديني دايما البيست سوليوشن او البرفكت سوليوشن؟ لان هو ساعات بيعمل حاجه اسمها فاست ابروكسيميشن، بيخليني احل البروبلم بسرعه. يعني في كيسز انا حل البروبلم بتاعتي عشان اجيب لك البيست سوليوشن هياخد مني وقت كبير جدا عشان اعرف احلها، تمام؟ فساعات انا بلجأ للجريدي الجوريزمز عشان اوصل لفاست ابروكسيميشن، اوصل لحاجه توصلني للحل اصلا. دي اكزامبلز اللي احنا هنشوفها، اللي هي بالرات دي اللي هنعملها. في حاجات بتجيب لي اوبتيمال سوليوشن زي المينيمم سبانينج تري هنشوفها، والسنجل سورس شورتست باث، والهافمان كودز، والسكادولينج بروبلم. في مجموعه من السكادولينج بروبلم اما بعمل جريدي الجوريزم بتقدر توصلني للبيست سوليوشن. الابروكسيميشن حاجه زي ترافلنج سيلز مان بروبلم، ودي هنتعرف عليها، دي واحده من اشهر البروبلمز في الالجوريزم، والحاجه اللي فعلا الحل البيست سوليوشن ليها او الاوبتيمال سوليوشن ليها بياخد وقت كبير جدا، فعشان كده بنلاقي بنحاول ندور على حلول كتيره عشان تحلها، تمام؟ طيب خلينا نبدا بترافلنج سيلز مان بروبلم اللي هو الابروكسيميت سوليوشن عشان نشرح الفكره او الكونسبت بتاع الجريدي الجوريزمز ان جنرال، بعد كده هنبدا نشوف الحاجات اللي بتجيب اوبتيمال سوليوشن. طيب الترافلنج سيلز مان بروبلم از ا بروبلم هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ان انا واحد ترافلر، واحد بيسافر، اوكي؟ في ان سيتيز وفي كوست لكل بين كل سيتي وسيتي، يعني عشان اترافل من سيتي اي لسيتي جي اي ويل باي سام كوست، تمام؟ فانا عندي ان سيتيز وعايزه وعندي كوست فروم اي تو جي، انا هدفع كوست قد ايه؟ الهدف اصلا من البروبلم دي عشان الاقي لها حل، انا عايز ذا تشيبست راوند تراب راوت
that visit each city exactly once and then return to the starting city. يعني انا دلوقتي لو عندي 10 مدن عايزك تختار لي ايه هو البيست والتشيبست، انا عايزه ارخص راوت بحيث ان انا فيزيت كل سيتي وانس وابتدي وانتهي عند نفس النقطه. يعني انا هزور بلاد مصر كلها، المحافظات بتاعت مصر، فانا هبدا من القاهره وعايز ارجع القاهره، بس عايز ادفع اقل فلوس. اقل فلوس لايه؟ لمثلا مواصلات اللي انا هركبها عشان اروح الف محافظات مصر كلها وابدا وانتهي عند القاهره وما اروحش اي محافظه مرتين. تمام، هي دي فكره اصلا ايه الترافلنج سيلز مان بروبلم. شكلها سهل جدا مفيهاش اي حاجه. طب انت عايزه تروحي من اكس ولا خلاص هنمشي وخلاص هنعمل ايه يعني؟ بس فعليا هي عشان تجيب لها اوبتيمال سوليوشن التايم بتاعها فاكتوريال، تايم كبير جدا جدا جدا. خلينا نبص عليها على اكزامبل. لو انا دلوقتي عندي ثلاثه، اولا البيست ريبريزنتيشن للترافلنج سيلز مان بروبلم هي الجرافس. عندي اربعه نودز بالمنظر ده، تمام؟ هما مبدئيا بيبقى زي فولي كونكتد جراف، يعني كل النودز واصله ببعض. ادي من واحد اتنين تلاته اربعه، تمام؟ وفي كوست عندي من كل واحده والتانيه، كل واحده من دي ليها كوست. عشان احل الاوبتيمال سوليوشن اللي انا المفروض اعمله ان انا جنريت كل البوسيبل كومباينيشنز من الراوتس. يعني هقول لك هنمشي واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين أربعة تلاتة واحد، هنمشي واحد أربعة اتنين تلاتة and so on. كل البوسيبل كومباينيشنز هنجرب، كل البوسيبل كومباينيشنز ونبدأ نيفاليويت كل واحدة فيهم، وبعد كده نقول لك ايه هو البوست سوليوشن. الكلام ده حلو جدا ولطيف جدا لو حجم البروبلم عندي صغير، عندي تلاتة أربعة سيتيز بس وبشوف الكومباينيشنز اللي بينهم. بس لو عندي 100 سيتي النمبر اوف كومباينيشنز دي هتبقى كبيرة جدا 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 جدا، اللي هي البرميتيشنز اللي انا هحسبها هتبقى رقم كبير جدا، هيبقى ايه؟ هيبقى فاكتوريال. تمام؟ فعشان كده الناس بتحاول تفكر لحل يحل البروبلم دي بسرعه. طب تعالوا نفكر نشوف بقى الجريدي الجوريزم لو حب يعملها هيعمل ايه؟ اولا احنا اتفقنا هو هيحلها وان ستيب ات تايم، يعني هو مش هيجيب لي راوت مره واحده، هو هيكونستراكت الراوت وان باي وان. تمام؟ طب اي جريدي الجوريزم لازم يبقى ليه حاجه اسمها جريدي تشويس، الاختيار اللي هو هياخده. الجريدي تشويس هنا عندي بيقول لي ايه؟ always go next to the nearest city unvisited city. يعني ايه؟ وانت واقف عند واحد شوف مين اقرب مدينه ليك ولسه ما اتزرتش وروح لها. تمام؟ هل ده دايما الحل الامثل؟ لا، لان انا ممكن في الرسمه بتاعتنا اللي ورا دي انا مثلا واحد وبعدين هنا في اتنين وفي هنا عشرة، وبعدين هاجي من اتنين لتلاته هدفع 100. تمام؟ في حين ان انا لو كنت جيت لي 3 من 4 ممكن كان يبقى ارخص لي، كنت هدفع هنا 2 مثلا. تمام؟ الجريدي تشويس بيقول لي ان انا عند واحد هبص على مين اللي اقرب لي، اللي اقرب لي هو 2. ومن 2 هبدا ابص على اقرب لي، يعني الاثنين مثلا كانت هتبقى ايه؟ هتروح لو دي مثلا 200 هتضطر تروح ل 100 من 3 وهكذا، ابدا من كل نقطه اشوف مين اللي اقرب لي وابدا ايه وامشي منها. ده الجريدي تشويس. ده مستو ايه؟ ان انا هلاقي حل للمشكله بتاعتي في ان ستيبس. انا كل سيتي هبص هي كونكتد بمين اشوف الاقرب واروح له. بس هل ده الاوبتيمال سوليوشن؟ لا، ده مش الاوبتيمال سوليوشن، بس اتس ا فاست سوليوشن بدل ما جنريت كل البوسيبل كومباينيشن. تمام؟ يعني بصوا هنا ده اكزامبل اهو، لو انا هبدا من عند ايه وعايز انتهي عند ايه، فالجريدي الجوريزم بيقول لي ايه؟ من ايه مين الاقرب بي، يبقى هتروحي من الاي لبي ودي الكوست بواحد، ومن البي مين الاقرب وان فيزيتد السي، هتيجي من البي لسي، ومن السي مين الاقرب ان فيزيتد دي، ومن الدي هتروحي فين؟ هتروحي للاي. ده الراوت الايه اللي هيعمله لي الجريدي الجوريزم، فده الكوست بتاعه 10. في بيقول لك انذر راوت اوبتيمال سوليوشن ان انا كنت اروح من ايه لبي واروح لدي الاول وبعدين اروح لسي وبعدين ارجع لايه، ده كان هيبقى اللينس بتاعه ايه؟ 8. فده الاوبتيمال سوليوشن، بس ستيل يعني it get me an accepted solution وهيخلص في ان تايم. تمام؟ بتمنى من لحد هنا يبقى كده الدنيا بالنسبه لنا كجريدي الجوريزم الدنيا بالنسبه لنا ايه؟ الدنيا بالنسبه لنا وضحت كده، فهمنا يعني ايه اصلا جريدي الجوريزم، اتفقنا ان هي بتتعمل اصلا عشان الاوبتمايزيشن بروبلمز، واتفقنا ان هي فكرتها الاساسيه ان انا بحل المشكله ستيب باي ستيب. ف
خدنا يعني ايه كلمه اوبتمايزيشن، ان انا عايزه مينيمايز ماكسمايز حاجه، مينيمايز كوست ماكسمايز بروفيت وات ايفر. فانا بحل البروبلم ستيب باي ستيب، تمام، واما اجي بحلها في كل خطوه بحلها بشوف ايه انسب حاجه بعملها واعملها، ايه هو البيست تشويس اللي انا هاخده دلوقتي وابدا اخده عليه. بس عشان احل حاجه بالجريدي تشويس بالجريدي الجوريزم لازم اختار تشويس واحد افضل ماشي عليه. يعني زي ما احنا حلينا نيرست نيبر، حلينا هنا ترافلنج سيلزمان، احنا دايما كنا بنختار الاقرب، كنا دايما بنختار الاقرب لحد ما حلينا البروبلم. ما ينفعش مره اختار الاقرب ومره اختار الابعد، تمام. طيب فشفنا ترافلنج سيلزمان دي اول بروبلم موجوده حليناها بالجريدي الجوريزم، ازاي خلينا تايم بدل ما كان فاكتوريال ان انا هجنريت كل البوسيبل بيرميوتيشنز وبعدين ابدا اقرر مين فيهم الاحسن، اللي خليناها انها تتحل في ان تايم، فهي ادتني افاست ابروكسيميشن بدل ما كنت اشتغل ايه اشتغل الدنيا بتاخد عندي وقت ايه وقت اطول. طيب في الفيديو الجاي هنبدا ناخد بقى بروبلم بروبلم من الناقصين، نبدا نشوف ازاي هنقدر نحلها.